البركة واللي ماشي بعيادة متحركة عمري ما حد ندهله وسابه تلقى كله مهاب من دخلته أصله دكتور فاهم شغلته رغم طبته ما كانش في حسبته في الحوارات رجلي هيتجابه حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان نصبوا السيرك خلاص وابتدى وده عمال بيخطط لده ويا ترى مين بقى كبش الفدا واللي نفخ عالتاني عضلاته قالوا يا مخبى الحاوي في جرابه واللي يدخل في دماغه بيجيبه وده دكتور وهريش ألعبه صعب يغش حاوي بحركاته حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان هو الحاوي اتأخر كده ليه؟ انت مستعجل على ايه يا دكتور؟ دي القعدة هنا ترد الروح جنينة ملهاش آخر وبسيم وشجر إلهي تطلع روحك يا بعيد ما حضرتك لازم تعذرني يعني أنا جاتلي كتمة نفس من القعدة في العربية ليل نهار هو أنا سامع زعيق ولا وداني بتصفر؟ لا سلامة ودانك يا دكتور في صوت زعيق فعلا بس احنا مالنا استنى ده صوت الحاوي طب ما تزعق على شكرا كده نستفسر فيه ايه؟ دي نانو كمان بتسرسح موضوع كده شكله كبر بقولك ايه تعال نلحقه قبل ما يقتلها اتفضل اتفضل حضرتك الحقه بمعرفتك ما انا مينفعش الحقه لوحدي ده راجل مجنون وعنده مسدس صوت يا دكتور احنا عندنا في البلد اللي بيعصر مناخيره في العركة هو اللي بيتقتل ما انا عايزك عشان تتقتل فوت قدامي بتكسري التلفزيون بتاعي يا نانو ايوه عشان تمد ايدك عليا كويس قوي تصدق يا دكتور البيل محترم بيمد ايده عليا انا نانو صديق بتتضرب بالقلم على وشها ايوه شفت ده كلام برضو يا حاوي بيه في حد يضرب مراته كده بالقلم قول له يا دكتور قول له والنبي ايوه ما انا بقول له اهو طب يا ريت بقى تقول لها ان انا من هنا ورايح هخلي حياتها جحيم بصراحه ده كلام مبالغ فيه اللي انا سامعه ده يا دكتور عايزه ايه من زف يا ريت تفهمه ان انا من النهارده بكرهه مش عايزه اشوف خليته تاني خالص اهو ده اللي انا بقى كنت خايف منه بصراحه عاجبك كده اهي ابتدت تكرهك كدابه بيقول لك كدابه بس ما قالش اسباب الهانم طلعت بتكرهني من زمان يا كدابه خلاص طالما انا كدابه قوي كده اتفضل اطلع برا بيتي اتس ماي هوم بيتك الله ما قلتليش يعني يا حاوي انك قاعد عندها باراشوت ما غلطتي بقى ان انا كتبت الفيلا باسمها بنت صديق بقى عندها فيلا قال ايه بنت صديق بقى عندها فيلا اسمي نانو مش بنت صديق لو سمحت يا دكتور خليه يطلع برا لو سمحت نانا ماشي يا نانو بس قبل ما اطلع هطربق البيت ده على دماغك فين اللابتوب يا دكتور عايزه ايه اقول له بلاش اللابتوب ده لسه جايباه النهارده وما لحقتش افرح بيه يا استاذ حاوي طيب ممكن تسيب اللابتوب يومين بس تفرح بيه وبعد كده كسره براحتك تفرح بيه زمن الافراح خلاص راح لحاله دلوقتي النكد ايه الاداء ده مش مريح لي الاداء ده على فكره مش شبه الخناقه ماشي يا حاوي طب انا هكسرك البلاي ستيشن بتاعك اللي عرفني بيه ليل ونهار ده لا البلاي ستيشن لا الحقها يا مهاب الحقها طب سيب ايدي عشان الحقها اهو لا عاجبك كده كسرته انت كده بقى جبتي اخرك معايا يا بنت صديق انت طالق يا نانو انت طالق ليه كده يا حاوي بيه بس بتطلعها عشان بلاي ستيشن ومش كده بس انا هقتلها كمان الحقني يا دكتور ده عايز يكلمي لا دكتور مسدس لا مسدس لا ايه علي حاوي بيه ايه علي حاوي اوه
حرام عليك. ما انت السبب، هو اللي عملتيه ده شويه. انتوا لسه بتتخانقوا؟ ايه ده، الحمد لله على السلامه يا دكتور، انت كويس؟ وانا مت وصحيت تاني. عمر الشقي بقى انت صخ سليم، صخ سليم. امال ايه الدم اللي في دماغي ده؟ دي الفازة السينيه بتاعتي وقعت فوق دماغك. والرصاص اللي اتضرب ده ايه؟ ما انا قلت لك ده مسدس صوت يا دكتور. طب قولي انت حاسس بحاجه؟ كحه كده. اكح ليه؟ مش عارف. طب عينك شغاله؟ شايفني؟ بص كده عليا، شايفني؟ هي مزغلله، عندي شويه دوخه كده. لا 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 لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه. انا هوديك المستشفى حالا. لا معلش بقى، ده الراجل بتاعنا وانا اللي هوديه المستشفى. سوري، ده اتخبط بالفازه بتاعتي. لا سوري انا بقى، وانا اللي زقيته على الفازه. بس انت وهي بقى. الله، انا لا رايح مستشفى ولا زفت، انا هروح والله. اللي هيعتب بيتي فيكو هرشه بميه نار. استنى بس يا دكتور، استنى انا هوصلك. طيب سيبي دراعي يا نانو. لا انا اللي هوصلك بنفسي. لا انا اللي هوصله. الحقني يا سعد. يا ليلى، ليلى اخيرا صحيت يا مهاب. صحيت ايه؟ انا مش عارف اتنفس. ايه اللي نايمين فوقيا دول؟ الوحش ومراته، اول ما شافوك نمت على السرير اصروا يناموا معاك. صباح الخير يا مهاب. اهلا يا طنط. يلا قوم بلاش كسل بقى عشان تروح شغل. شغل ايه بس، انا مش قادر اتحرك. سيبيه ماما يريح النهارده، انا اتبهدلت امبارح يا ليلى. كان لازمته ايه بس تحشر نفسك وسط الناس المجانين دي؟ ما انت السبب، قلتلي روح خد الظرف، اديني خدت الظرف في دماغي. لكن صحيح الراجل المهبوش ده طلق مراته؟ يا ريتها ترسى على كده وبس، مش بعيد يكونوا قتلوا بعض بمسدسات الصوت. طب يلا قوم ونخد حمام كده عقبال ما حضر لك الفطار. بس بلاش خبزة يا طنط. طب ايه رأيك بقى انك انت هتفطر خبزة غصب عنك؟ ربنا يسامحك يا طنط. بقولك ايه يا مهاب، احنا نرجع الوحشة للناس المجانين دول ونقطع علاقتنا بيه. الحقيني يا ماما. جدع يا وحش، لكن ما قلتليش اسم مراتك ايه. انا هسميك الجميلة. تعالوا في حضني يا حبايبي. ايه ده، انت لسه عندك؟ صباح الخير يا حبيبتي. اتفضل يا استاذ، انا رميت لك كل الهلاهيل بتاعتك على باب الفيلا. ها بتطرديني من بيتي يا نانو؟ بقول لك ايه، البيت ده بيتي وباسمي. يلا اتفضل بقى وريني عرض كتافك. ما تنشفيش دماغك معايا يا نانو، انت عارفه لما بزعل بستغبى. الكلام ده كان زمان لما كنت جوزي، لكن دلوقتي انت حيلا طليقي، مش كده يا شكرا؟ ايوه مدام. حتى انت يا شكرا، ده انا بدفع لك مرتبك بالدولار. وصلي الاستاذ يا شكرا. مستر اتفضل. هخرج بالشورت في عز النهار يا نانو. والله بقى دي مشكلتك انت، حلها لوحدك. الو. صباح الخير يا ريس. وهيجي منين الخير يا انجي؟ احجزي لي سويت في اي فندق. ايه ده، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا اترميت في الشارع يا انجي. تسلم ايدك يا طنط. بالهنا والشفا يا حبيبي. يلا قوم البس بقى عشان تشوف شغلك. نفسي اعرف انت عايزه تزحلقيني ليه. عشان احنا مش فاضيين، عندنا شغل. وعشان كده انا بتلكع. يا ليلى انت ما بقاش عندك غير فولو واحد بس. الكارثه اللي حصلت بسبب الخبيزه دي مش هتتكرر تاني، فاهمه انت وهي؟ ما تقلقش، احنا هنعمل ام علي. يا سلام، وام علي دي بقى هي اللي هتجيب فولور. سكتي جوزك يا ليلى، عشان انا مش ناقصه صداع الصبح. قوم افتح يا مهاب وبلاش دوشه. لا اللي فيها يوتيوبر، هي غلطتي من الاول، انا اللي فتحت على نفسي الفتحه السودة دي. برطم برطم يا اخويا. انت ايه اللي جابك يا ليلى؟ في ايه يا مهاب، في ايه؟ هاتي ميه النار اللي عندك. انا تعبان يا دكتور، انا عايزك تعالجني زي ما عالجت الوحش. للاسف النوع ده من الكلاب ماليش فيه، عن اذنك. معقول يا مهاب تقفل الباب في وش الحاوي كده؟ ده راجل مجنون وانا مش ناقص وجع دماغ. بس ده حالته تصعب على الكافر. لا لا ما يغركيش المنظر، ده مكسر حاجات في الفيلا بتمن شقتنا. حرام عليك، ده قاعد بره مفرفه. انت دخلتي الشقه يا ليلى؟ ايوه، امال يعني هسيبه واقف ملطوع على الباب؟ الناس دي مش بيجي من وراهم غير وجع القلب، احنا مش حملهم. طيب خاطر بس بكلمتين وبعد كده كل واحد يروح لحاله. خلاص انا هلبس وحصلك، بس ماليش دعوه بقى لو خطف امك. طب يلا يلا ما تتاخرش. انت متاكده انه مفرفر؟ اخلص بقى. حاضر. عمال انت تتمرمغ يا وحش على السرير وسايبني انا اتعك في صاحبك المجنون ده، وكمان بتهز ديلك، ده انت بارد. اخرس. حطي مع الخل هو ده اللي مفرفر؟ ما هو قاعد يلغ اهو. اكل الست زينب بيرد الروح.
ده انا كنت جاي ميت بالهنا والشفا. والله يا ست زينب القعده الحلوه دي بتفكرني بقعده امي وابويا. وهم راحوا فين؟ قتلتهم هم كمان؟ الله يرحمهم، انا اتبهدلت من بعدهم. تشرب ايه يا استاذ سيد؟ يا ريت فنجان قهوه عشان الواحد يفوق. انت لسه هتفوق، انا ورايا شغل مش فضيله. شغل ايه يا دكتور؟ انت النهارده بتاعي، اعتبرني كلب من كلابك وهدفع لك الفيزيتا الطقطقين. الراجل كده عدى العيب، وبعدين ما جاتش من يوم يعني يا دكتور. هو انت مالكش اهل تتسند عليهم؟ محدش بيشيل هم حد اليومين دول. ولما انت عارف كده جاي تشيلني انا الهم ليه؟ يا دكتور يا دكتور، انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. ده انت معزتك من معزه الوحش. اتفضلي يا ستي، بيعزني زي الكلب بتاعه. هو قصده يعني غلاوتك كبيرة عنده. أنا معرفش أنت بتدافع عنه ليه، انس إنه هيديكي ظرف تاني. ده بقى على الفاضي بيتكلم أكتر ما بيتنفس. اتلم يا مهاب. اديني اتلميت. أنا جاهز، يلا بينا يا دكتور. يلا بينا. ده إيه، أنت هتتغدى معانا؟ أمك طمعنا في الظرف يا ليلى. اخرس بقى، أنت مش هتمشي من هنا إلا لما نشوف حل في المصيبة اللي عملتها امبارح دي. حل إيه يا طنط؟ ده طلق مراته. وإيه المشكلة؟ ما يرجعها. مش بالسهولة دي. أيوة أنا عايز أرجعها بعد ما كسرت الفيلا على دماغها. بحبها. بحبها دكتور، بحبها وما أقدرش أعيش من غيرها. وإنت لما بتحبها جاي هنا ليه؟ ما تروح تصالحها. أيوة يا أستاذ سيد، روح طيب بخاطرها وهي أكيد هتسامح. دي طردتني من الفيلا ورمت هدومي في الشارع، طردتني من بيتي. هو إنت عايز نانو ولا عايز الفيلا؟ الاتنين، الاتنين بتوعي، نانو والفيلا ملكي أنا أنا، أنت فاهم؟ مهيب، هو الحاوي طول ولا أنا بيتهيألي؟ ولسه هيطول أكتر من كده، أنا شفته بعناية دول في الفيلا، راسه كانت جايبة السقف. اعمل حسابك يا دكتور، لو نانو نشفت دماغها أنا هقتلها، هقتلها وبعديها هقتل نفسي. اهو ده اللي كنت خايف منه يا ليلى، المسدس طلع. انت جننت يا حاوي؟ بترفع المسدس في بيت بنتي؟ امشي اطلع بره حبيبتي يا زينب.